حسيناه أيا ابن بنت رسول الله يا نور الأبصار عليك سلام الله وحسيناه أيا ابن بنت رسول الله يا نور الأبصار الحمد لله الملك المعبود ذي العطاء والمن والجود واهب الحياة وخالق الوجود الذي اتصف بالصمدية وتفرد بالوحدانية والملائكة وأولو العلم على ذلك شهود الحمد له لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه حيث كان ولم يكن هناك وجود نحمده تبارك وتعالى ونستعينه فهو الرحيم الودود ونعوذ بوجهه الكريم من فكر محدود وذهن مكدود وقلب مسدود ونسأله الهداية والرعاية والعناية وأن يجعلنا بفضله من الركع السجود وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش المجيد الفعال لما يريد وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والحوض المورود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد إخوة الإيمان والإسلام أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الطيب من برنامجكم دمع العين على استشهاد الإمام الحسين الذي يجمعنا على حب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأعلام حيث نركز فيه على سيرة حياة سيدنا الحسين عليه السلام حديث حلقتنا اليوم عن الأسباب التي خرج لأجلها الإمام الحسين إلى كربلاء بعد تنازل الإمام الحسن رضي الله عنه عن الخلافة حقنا لدماء المسلمين ترك الكوفة وتوجه مع الإمام الحسين رضي الله عنهما إلى المدينة المنورة ومعهم سائر آل البيت المطهرين وأقام بها سيدنا الحسين أستاذا ومرشدا للناس يرجعون إليه فيما يعرض لهم من مشاكل ويستفتونه في أمور الدين وهو من هو فقها وعلما وتقوى وبعد نظر وصواب رأي الإمام الحسين رضي الله عنه مع معاوية لم يكد معاوية يستقل بأمر الخلافة بعد تنازل الإمام الحسن عنها حتى أراد أن يحولها إلى ملك عضوض يتوارثه أبناؤه من بعده بمعنى أنه أراد أن يجعلها دولة أموية متعاقبة في ذريته دون مراعاة النظر هل هم أهل لها أم لا فأخذ يتألف الناس ويتودد إليهم ثم صار يمهد لبيعة ابنه يزيد إلى أن أرسل إلى مروان بن الحكم واليه بالمدينة في ذلك الوقت يقول له أما بعد فإني قد كبر سني ورق عظمي وخشيت الاختلاف على الأمة بعدي وكرهت أن أقطع أمرا دون مشورة من عندك فاعرض ذلك عليهم
وأعلمني بالذي يردون عليك. فقام مروان خطيبا فيهم وأخبرهم بما يراه معاوية، وقال: إن أمير المؤمنين قد اختار لكم فلم يأله، وقد استخلف ابنه يزيد بعده. فقام عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه معترضا فقال: كذبت والله يا مروان وكذب معاوية، ما الخيار أردتما لأمة محمد، ولكنكم تريدون أن تجعلوها هرقلية، كلما مات هرقل قام هرقل. فقال: هذا الذي أنزله الله في القرآن، والذي قال لوالديه أف لكما. فسمعت السيدة عائشة رضي الله عنها مقالته فقامت من وراء الحجاب وقالت: يا مروان يا مروان. فأنصت الناس وأقبل مروان بوجهه فقالت: أنت القائل لعبد الرحمن إنه نزل في القرآن؟ كذبت والله ما هو به، ولكنه فلان ابن فلان، ولكنك أنت مضض من لعنة نبي الله. وكان ذلك التفكير في ولاية يزيد سنة 56 للهجرة، أي قبل أن يموت معاوية بنحو 4 سنين، حيث حرص على ألا ينتقل الخلافة من بني أمية، ولذلك استمر في مشاوراته وتحضيراته لتولية ابنه يزيد، على الرغم من اقتناعه بسوء سلوكه وحداثة سنه وكثرة مبيقاته وعدم أهليته. وفي سبيل ذلك حاول أن يصلح من أعوجاجه ويقوم من سلوكه حتى يرضى الناس عنه، إلا أنه بقي على حاله ولم يغير من أخلاقه. وأخيرا عقد له البيعة من بعده، فوافقه الناس، ومنهم من كان ذا هوى أو مطمع، أو من كان يخشى سلطان معاوية. أما سيدنا الحسين وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، فإنهم لم يبايعوا ولم يستريحوا لهذه البيعة، ولكنهم لم يعلنوا رفضها. الإمام الحسين رضي الله عنه ويزيد بن معاوية. لم يكد يزيد يتولى الملك حتى وقف من كبار الصحابة الذي رفضوا دعوة معاوية لمبايعته، موقفا معاديا يتسم بالتهور والغلظة والجفاء، على الرغم من أن هؤلاء من كبار الصحابة ولهم فضلهم وقدرهم، وهم أعلى شأنا منه وأعظم مكانة في الإسلام، إذ إنهم زاروا وفازوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا المشركين تحت لوائه، وكان منهم من هو في سن أبيه، وهو لم يكن تجاوز 34 من عمره، وكان في حياته الخاصة مستهترا ماجنا، وكان في طبعه جبارا لا يرعى حرمة ولا يهاب قدسية ولا يخشى لوما أو عتابا، ولم يعمل بوصية أبيه، ولم يقتدي به في توقير الصحابة ومهادنة الخصوم، فتجاهل أقدارهم وتنكر لفضلهم، وأمعن كل الإمعان في حديثهم والكيد لهم والنيل منهم،
محاولا بذلك أن يحملهم على التسليم له وإرغامهم على مبايعته. وإلى هنا نكون قد أنهينا الكلام عن الأسباب التي حملت الإمام الحسين للخروج إلى كربلاء، وموقف الإمام الحسين مع علي ومعاوية ويزيد. تابعونا بالحلقة القادمة، دمع العين على استشهاد الإمام الحسين، بداية الفتنة العمياء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وحسيناه أيا ابن بنت رسول الله، يا نور الأبصار عليك سلام الله. وحسيناه أيا ابن بنت رسول الله، يا نور الأبصار.